نتعرف على حالة الطقس اللي هتكون موجودة النهاردة. هيئة الأرصاد الجوية حذرت من حالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء، إن هيسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ودرجات الحرارة هتسجل أعلى من معدلاتها خلال الفترة دي من العام. طبعا بالنسبة لحالة الطقس بالليل، هيسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. من المتوقع كمان أن يكون في شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. هي ظاهرة جوية طبعا حذرت منها الأرصاد الجوية نظرا لانخفاض الرؤية الصباحية. خلينا نشوف درجات الحرارة على الشاشة ونرجع لكم مرة تانية. علشان نعرف أكتر عن حالة الطقس النهاردة، مشرفانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، يوم حضرتك سعيد. صباح الخير على حضرتك أستاذ علا وأستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين، يوم سعيد على الجميع يا رب. يوم سعيد على حضرتك يا فندم. يعني نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر بخصوص درجات الحرارة والظواهر الجوية كمان اللي هيكون موجودة. طبعا يمكن احنا اليوم ما زالت الاجواء المستقره بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد، هي يعني الظاهره الجويه المؤثره، ان في استقرار في الاحوال الجويه، في كمان تحسن حتى لو طفيف في الاحوال الجويه من حيث قيم درجات الحراره وكمان من حيث نسب الرطوبه. يمكن وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه في فترات الصباح الباكر ساعدت على تلطيف الاجواء في فتره الصباح الباكر. اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى من 34 ل 35 درجه مئويه خلال فتره النهار. نسب الرطوبه حتى لو بدات تنخفض بشكل طفيف، لكن هي ما زالت احساسنا بيها عالي، وجود نسب رطوبه في الجو يخلينا نحس ب 35 دي لو تكون 36 او 37 درجه مئويه. فبالتالي لسه الاجواء مستقره في المناطق الشماليه، لكن احساسي بالطقس فترة النهار طقس حار رطب في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. طبعا المحافظات الجنوبية بتكون أعلى من المناطق الشمالية، فطقسها بيكون شديد الحرارة في فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. بنيجي على فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. يمكن احنا بدأنا نلمس التحسن النسبي كمان في فترات الليل، خاصة في بعض الأيام اللي بيكون فيها نشاط للرياح في بعض المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، اللي بيساعد ان احنا نحس بنسب رطوبة أقل. لكن في الأماكن الداخلية والأماكن المغلقة بحس لسه بالأجواء المائلة للحرارة الرطبة، وده موجود في معظم محافظات الجمهورية. الشبورة المائية ما زالت ظاهرة جوية مؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي مش هتقضي يعني تاثير لحركه، مش هتاثر على حركه المرور بشكل كبير، وهتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس. طيب هل لسه في توقعات لسقوط امطار زي ما حضرتك قلت لنا امبارح خاصه على مناطق الجنوب؟ طبعا الجنوب لسه بالفعل اليوم مستمر فرص الامطار، ودي يمكن الاحوال الجويه في محافظات الجنوب بسقوط الامطار مؤثر بشكل كبير، لان كميات الامطار ما بين خفيفه الى متوسطه ممكن تغزر كمان في بعض الاماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب، شلاتين، راس بنات، مناطق كمان من ابو سمبل، بحيره ناصر، ممكن تتقدم كمان لبعض الاماكن من اسوان، وكمان بعض الاماكن من محافظه الوادي الجديد، وهي ايضا امطار رعديه هيكون معاها نشاط رياح مثير للرمال والاتربه
واللي هتأثر بانخفاض في الرؤية الأفقية. فالأحوال الجوية على المناطق الحدودية أو المناطق الموجودة في أقصى الجنوب غير مستقرة بشكل كبير، لكن المحافظات الشمالية مستقرة بشكل كبير، وده مكمل معانا كمان خلال الأيام اللي جاية. نحن الأيام اللي جاية هنحس بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع اللي جاي من 34 ل 33 درجة مئوية فترة النهار إن شاء الله، ده على مدار الأسبوع اللي جاي. تفضل يا دكتور، تفضل. وطبعا تدريجي هنبدا نحس بنسب الرطوبه خاصه الايام اللي بيكون فيها امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده هنشوفه بشكل كبير يوم الاحد اللي جاي. يعني احنا يوم الاحد اللي جاي هي هتبدا الامطار يوم السبت في اقصى الغرب، يعني امطار على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط في مطروح والسلوم، هتكون يوم السبت ان شاء الله مع يوم الاحد تتقدم لده. ده ابتداء السبت حضرتك تقصدي بكره يا دكتور ولا الاسبوع؟ من بكره يعني. بكره هتبدا بفرص امطار خفيفه في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط اقصى غرب البلاد، مع يوم الاحد بقى تتقدم لباقي المناطق. وخفيفه برضو ولا ممكن تكون غزيره بعض الشيء؟ لا ان شاء الله تكون امطار خفيفه تساعد بعض الشيء ان احنا نحس ببعض الاجواء الخريفيه وتلطيف الاجواء، ما فيش منها قلق تماما. الامطار المؤثره هتبقى في محافظات الجنوب باذن الله. طب طيب احوال البحر يشغل... كنت لسه هتكلم البعض هيشغله دلوقتي اللي لسه عاوز يلحق اواخر الصيف، البحرين اخبارهم ايه؟ هو طبعا البحر الاحمر هيكون معتدل مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، البحر المتوسط هيكون ايضا معتدل ارتفاع موج من 1.5 ل 2 متر ومؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، بس ارتفاع الامواج اللي بيوصل ل 2 متر ما بيكونش مناسب بشكل كبير لاعمال المصايف، فلازم الساده المصيفين ياخدوا بالهم بس ويكونوا دايما في منطقه قريبه من الشاطئ، لان ارتفاع الموج اللي بيتجاوز ال 1.5 او بيوصل ل 2 متر ما بيكونش مناسب ليهم، فناخد بالنا بس بقدر الامكان، وده ممكن يكمل معانا كمان بكره السبت. لكن بصفه عامه ما فيش قلق، يعني نقدر نستمتع بالاجواء في كافه المحافظات ما فيش قلق، بس ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا بقدر الامكان. شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على التفاصيل المتعلقه بحاله الطقس النهارده وغدا.